لكم. كيف حالكم يا أطفال؟ أنا اشتقت لكم كثير، وإن شاء الله يعني أزمة بتعدي ورح نرجع نلتقي فيما بعد. اليوم رح نشرح درس عن حرف جديد. فقبل ما نشرح هذا الحرف، خلينا نعمل مراجعة سريعة عن الحروف السابقة التي أخذناها. أول شيء يا كيجي، شو إحنا أخذنا أول حرف؟ حرف الألف. ما هو الحرف اللي أخذناه؟ حرف الألف. طب تذكروا شو صوته؟ شو صوته؟ سمعوني شو صوته؟ صوته آ. يلا كلنا مع بعض نحكي آ. ممتازين، أحسنتم. آ، أحسنتم. حرف الألف وصوته آ. والحرف الثاني اللي أخذناه يا كيجي هو حرف الواو. ما صوت حرف الواو؟ أحسنتم، إنه أو. ما صوته؟ أو. يلا كلنا نعيد مع بعض يا كيجي، أو. أحسنتم. أما الآن عندنا الحرف الثالث اللي أخذناه إحنا اللي هو حرف الياء. حرف إيش يا كيجي؟ حرف الياء. كم النقطة بيجي تحتي يا كيجي حرف الياء؟ إنها نقطتين، أحسنتم. هي حرف الياء يا كيجي، كلنا مع بعض نحكي حرف الياء. حرف الياء، ما صوته؟ صوته إي. حرف الياء وصوته إي. مع بعض يا كيجي، رددوا وراي. وأخذنا يا كيجي مع بعض كمان حرف اللي هو حرف الباء. نطلع كيف كليتنا حرف الباء. كليتنا حكينا إنه حرف الباء شكله شكل الصحن، وتحتي كم نقطة يا كيجي؟ نعم، إنه تحته نقطة واحدة. أحسنتم، خلينا نردد مع بعض. حرف الباء، حرف الباء، ما صوته؟ صوته إب. أحسنتم، سكتي يا كيجي، يلا. ممتازين، أحسنتم. إذا الحروف اللي أخذناها آ، أو، إي، إب. هذه هي أصوات الحروف اللي أخذناها. والآن حرف جديد. شو هو حرف جديد؟ اللي هو اسمه حرف التاء. حرف التاء، ما اسمه؟ اسمه حرف التاء. ما صوته؟ صوته ات. يلا مع بعض، حرف التاء وصوته ات. حرف التاء وصوته ات. مع بعض يا كيجي، بدي تفاعل وتعيدوا معاي. حرف التاء وصوته ات. ممتازين، احسنتم. طيب يا كيجي، خلينا مع بعض نشوف كيف شكله لحرف التاء وبعد ما عرفنا صوته. طلعوا كيف يا كيجي؟ شكله مثل الصحن هياته، وفي نقطتين. كيف شكل النقطتين؟ يعني زي اللي وقعت عليه حبتين تفاح مثل الصحن، وعليه هي نقطتين من فوق ولا من تحت يا كيجي؟ احسنتم، النقطتين من فوق. اذا انتبهنا نطلع كيف النقطتين من فوق. اسمه حرف التاء وصوته ات. مع بعض نكرر، حرف التاء وصوته ات. والان خلينا نستمع لقصه حرف التاء مع بعض. أما الآن يا كيجي، حكينا إنه رح نحكي مع بعض قصة حرف التاء. خلينا كلياتنا نستمع لقصة حرف التاء. عادت تالا من المدرسة، عادت تالا من المدرسة، وذهبت إلى والدها وقالت: لقد تحدثت المعلمة اليوم عن الفقراء. تالا هي بنت بالكيجي، روحت من المدرسة يا كيجي، وراحت لمين؟ راحت لعند والدها، لعند أبوها. شو صارت تحكي لأبوها؟ حكت له إنه تحدثت اليوم المعلمة عن الفقراء، عن الفقراء والمحتاجين يا كيجي، وطلبت منا أن نقدم لهم العون. صارت تحكي لأبوها تالا إنه المس طلبت منا أن نقدم إحنا العون لمين؟ للفقراء والمحتاجين. فكيف يمكن أن أفعل ذلك يا أبي؟ سألت أبوها إنه كيف ممكن تعمل هذا الإشي؟ كيف بدها تساعد الفقراء والمحتاجين؟ خلينا نشوف مع بعض. قال أبوها: لدينا في البستان أشجار التفاح والتوت والبرتقال والتين. كيجي معناته هنا العيلة هاي عندها بستان، البستان فيه أشجار. ما هي هذه الأشجار؟ جاوبوني معاكم، يلا جاوبوا مع بعض. أشجار التين، أشجار التفاح، أشجار البرتقال. أحسنتم. طيب نكمل. فخذي ما تشائين منها ووزعيها على الفقراء. هون أبوها لتالا شو حكى لها؟ يا تالا، إحنا عندنا بستان فيه مجموعة إيش؟ فواكه، اللي هي التفاح والبرتقال والتين. حكى لها أبوها هون بتاخذي ما تشائين من هذه الفواكه وبتوزعيها على الطلاب المحتاجين والفقراء. يعني هاي لحالها مساعدة وعون لهؤلاء الفقراء. فرحت تالا وركضت إلى البستان كي تقوم بمساعدة الفقراء. وهيك بتكون
القصة يا كيتي. شو استفدنا من القصة يا كيتي؟ غير انه عرفنا حرف التاء، غير انه عرفنا صوته وكلمات في حرف التاء. ما هي الكلمات اللي في حرف التاء؟ انها تفاح، برتقال، تين. احسنتم، رددوا معي يلا. تفاح، برتقال، وتين. طيب شو العبرة اللي استفدناها من القصة يا كيتي غير حرف التاء؟ استفدنا احنا اذا بنشوف اي انسان بحاجة الى اي مساعدة لازم احنا نساعده ونقدم له العون والمساعدة. اذا كنت انت قادر على انك تساعد اي محتاج فبتساعده. ليش يا كيتي؟ لانه احنا بنكسب كثير حسنات وكمان بيصير عندنا اجر، ولما تجمع كثير حسنات بتدخل الجنة. الآن خلينا نرجع لحرف التاء. صح حكينا عن قصة حرف التاء وعرفنا كيف شكله حرف التاء اللي هو عن طريق مثل الصحن وفيه نقطتين، والنقطتين خلينا نشبههم بحبتين تفاح. أما الآن خلينا نعرض بعض الأمثلة على حرف التاء. عنا المثال الأول، ما هذه الصورة؟ جاوبوني أنتو. أحسنتم، إنه تفاح. ما هذا؟ أحسنتم، تفاح. خلينا نشوف أين وقع حرف التاء. خلينا نتذكر مع بعض، حكيت لكم حرف التاء شكله مثل الصحن وفوقيه نقطتين اللي هي مثل حبتين تفاح. أين هو حرف التاء؟ هذا هو حرف التاء. أحسنتم. طب أين وقع يا كيتي حرف التاء؟ هل هو في البداية أم في الوسط أم في نهاية الكلمة؟ نعم، إنه في بداية الكلمة. خلينا كلنا نحط دائرة على حرف التاء. هاي هو حرف التاء يا كيتي. أحسنتم. تاء، تفاح. رددوا معي يا كيتي. تفاح، إت، تفاح. حرف التاء وصوته إت. وما هذا المثال؟ إت، تفاح. ممتازين، زين يا كيتي. أحسنتم. طب الآن خلينا نشوف المثال الثاني. شو عندنا هاي الصورة يا كيتي؟ إنها صورة حبة فاكهة. طب شو هي حبة الفاكهة هاي؟ نطلع كلنا مع بعض على الصورة. إنها برتقال. أحسنتم، ممتازين، برتقال. أين وقع حرف التاء؟ هل هو في أول الكلمة؟ أم في وسط الكلمة؟ أم في آخر الكلمة؟ أنتوا أشروا لي عليها. ممتازين، أحسنتم. هذا هو حرف التاء، هي حرف التاء يا كيتي. طيب خلينا نردد مع بعض كلمة برتقال. يلا رددوا معي، برتقال، برتقال. أحسنتم، هاي هو حرف التاء. خلينا نحط دائرة على حرف التاء. ممتازين، إذا حرف التاء مثل الصحن وعليه نقطتين اللي هن حبتين تفاح. طب خلينا نشوف المثال الثالث. شو عندنا المثال الثالث؟ مين بيعرف شو هون؟ شو عندي هذا المثال؟ مين يجاوب معي؟ ممتازين، إنه كتاب. ما هذا؟ إنه كتاب. مع بعض، كتاب، كتاب. أحسنتم. طب أين وقع هون حرف التاء يا كيتي؟ هل وقع في البداية أم في الوسط أم في النهاية؟ كلنا نأشر وين حرف التاء اللي عليه نقطتين يا كيتي، والنقطتين ركزنا من فوق ولا من تحت؟ ممتازين، النقطتين من فوق يا كيتي. أين هو حرف التاء؟ هذا هو حرف التاء. هاي دائرة يا كيتي على حرف التاء عشان نميزه. مع بعض خلينا نعيد المثال. كتاب، كتاب. تفاح، برتقال، كتاب. أحسنتم، ممتازين. طيب يا كيتي خلينا نشوف كيف طريقة كتابة حرف التاء. أول إشي عندنا هنا، هذا هو حرف التاء، بس أنا بدي أشوف بدي أكتبه من هون ولا من النص ولا من هون. شو بعرفني يا كيتي؟ أول إشي نتبع الخطوات، نتبع هاي الأسهم يا كيتي. عندي رقم واحد، هذا هو السهم من النقطة الخضراء اللي هي نقطة البداية يا كيتي، مش من النقطة الحمراء ببلش، هاي هي النقطة الخضراء. ممتازين، بمشي بمشي وياه. طلعوا كيف هاي أول سهم، بعد هيك السهم الثاني هيك بمشي، ها؟ ممتازين. وهي السهم الثالث، وصلت لعند النقطة الحمراء، ستوب، بوقف. من إذا النقطة الخضراء بمشي 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 للنقطة الحمراء. طب هيك خلص حرف التاء؟ لا لسه ما خلص، ناسي شغلة. شو هي الشغلة يا كيتي؟ إنه حرف التاء عليه نقطتين. أحسنتم، هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية. طب وين وقع النقطتين؟ فوق ولا تحت؟ أحسنتم، إنها فوق. مع بعض نردد. حرف التاء صوته إت،
حرف التاء وصوته ات. ممتازين يا كاجي. خلينا نطبق الكتابين على هذا السطر. طبعا يا كاجي حكينا احنا بدنا نتبع هاي الاسهم، هاي النقاط يا ربي. طبعا هاي اول سهم، هاي ثاني سهم، هاي ثالث سهم، مثل ما هون انا حطيت لكم اسهم. اول شيء بنبلش من هون، هاي طلع كيف؟ بنزل بعمل خط ونمشي على الخط يا كاجي، ممنوع تنزل تحت السطر، بنرد نطلع لفوق. هاي علمت انا حرف التاء، هذه هي الطريقة الصحيحة. طب خلينا نشوف طريقة ثانية، هسا أنا بصير أكتب يا كاجي حرف التاء وأنزل عن السطر، أنزل أنزل وأطلع، بصير أحط النقطتين تحت؟ ما بصير. طب هذا ما بصير حرف التاء يا كاجي، إذا هذه الطريقة خاطئة. أوعوا تكتبوا يا كاجي هذه الطريقة، بنكتب هيك، طلعوا شو الطريقة الصح. نتبع الأسهم على السطر يا كاجي، نطلع لفوق شوي، وهي نقطة وهي نقطة، هذه هي الطريقة الصحيحة. كمان مرة، خلينا نتعلم كمان مرة، التكرار يا كاجي بيعلم الشطار، معلش خلينا نكرر مرة مرتين وثلاثة. نتبع الأسهم حكينا، نمشي خط، بدنا نطلع لفوق، وهي النقطة الأولى وهي النقطة الثانية. كمان مرة. طيب، في إنه هون نجرب إحنا نكتب حرف التاء بدون نقاط، خلينا نعتمد على حالنا، إحنا تدربنا عن طريق النقاط الرئيسية، والآن بدنا نتعلمها نكتبها لحالنا، نشوف كيف. طبعًا أنا عندي هاي النقطة يا كاجي، طلع كيف بدي أبلش؟ بنزل لعند السطر، أوعك تنزل لتحت السطر، بمشي شوي، بربط على فوق، هاي نقطة وهاي نقطتين. ممتازين، اكتبوا أنتوا كمان معي يا كاجي. هاي كمان مرة، رح نحاول بدون النقاط الرئيسية. بمشي من النقطة لعند السطر، وبعد هيك بمشي وبطلع لفوق، هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية. ممتازين. آخر مرة، هاي النقطة، بنبلش من عند النقطة، ننزل لعند السطر يا كاجي، هاي الخطوة الأولى، الخطوة الثانية بعمل خط، الخطوة الثالثة بطلع لفوق، الخطوة الرابعة والأخيرة، ما تنسى تحط النقطتين اللي هن مثلناها مثل حبتين تفاح. أما الآن يا كاجي عشان نشوف إذا أنتم ميزتوا معي حرف التاء ولا لا. حكينا نراجعكم حرف التاء شكله مثل الصحن وعليه نقطتين. خلينا هون نضع دائرة على حرف التاء. مين يجاوب معي؟ مين يجاوب معي يحط لي دائرة على حرف التاء؟ خلينا نشوف مع بعض. هذا هو حرف التاء يا كاجي. ممتازين، مش هو؟ طب هذا هو حرف التاء يا كاجي. أحسنتم. كيف عرفنا طيب إنه حرف التاء؟ حكينا إنه شكله مثل الصحن عليه نقطتين، إذا بنحط دائرة عليه. أحسنتم، سقفي للكيجي. برافو يا كيجي، ممتازين. طب خلينا نشوف هذا الحرف، خلنا حرف إيش؟ حرف الواو. مش هو الحرف المطلوب؟ طب نيجي نطلع على هذا الحرف، حرف الياء برضه أخذناه، هل هو حرف التاء؟ لا يا كيجي. وهذا الحرف الأخير، هل هو حرف التاء؟ نطلع مع بعض مثل الصحن وعليه نقطتين. ممتازين، احسنتم، بنحط دائرة عليه. مزبوط، بنحط دائرة. إذا هذا هو حرف التاء. مع بعض نعيد، حرف التاء وصوته ات، حرف التاء وصوته ات. طبعا يا كاجي حاول تضلك تعيد معي وتردد معي، حرف التاء وصوته ات، حرف التاء وصوته ات. وهسا في نهاية الدرس بحب أحكيكم يعطيكم العافية وأمشتكتكم كثير. إن شاء الله نلتقي في الدروس القادمة.